هو اتظلم مع المنتخب الوطني شوي غريب ولا يعني الظروف ما ساعدتوش يعني؟ بس لكن هو مدرب كبير جدا ومدرب كويس وكان ليه دور كبير جدا في اكبر انجاز في تاريخ الكره المصريه. في هو انت هتيجي مع شوقي غريب مدير كوره ولا مدرب حراس؟ ايه مدير كوره دي؟ انا بسالك بس. انا دلوقتي ارجع الاداره ولا لا مدير كوره ولا مدرب حراس؟ لان ده انت كنت ده خلاص النهارده افكر في الموضوع، انت قلت لي علينا نعمل برنامج. لكن انا بسالك بجد، هتيجي مع شوقي غريب مدير كوره ولا مدرب حراس؟ ما اعرفش اشمعنى شوقي، انت مختار شوقي ليه؟ لان هو ما حدش حد عرض عليا ولا شوقي ولا كابتن حسن ولا حد، ما جاليش عرض من النادي يعني. لكن مش انا غريب انك بتاريخك دوت بعيد عن المنتخبات. انا لسه ماشي ايه عن المنتخبات؟ لا عشان انا بقالي سنه ونص في موضوع تاني اداره يعني. اداره، لكن هو دلوقتي مع ان شاء الله لو حاجه محترمه. اللي جالك دلوقتي حاجه بره مصر؟ بره مصر. دي الحاجه الوحيده اللي جات لي يعني، بس لسه من الامارات الدرس. من قطر دولة. من ما دوله عربيه مش دوله اوروبيه يعني. لا ما انا عارف الدوله الاوروبيه دون عين. لما رحت انا وكابتن حسن شحاته المانيا قال لك المانيا دون عين جابونا. لكن بقول لحضرتك يعني بالنسبه للفتره اللي جايه، لو لا الارجح الفتره اللي جايه التدريب يعني ان شاء الله. التدريب طبعا انا لسه مش هتاخد خد بالك لغايه دلوقتي انا برضو محاضر في الاتحاد المصري والافريقي والدولي، حضر حراس مرمى الوحيد في مصر. ندمت على وجودك في نادي الزمالك او في مجلس اداره نادي الزمالك؟ ده عمري ده نادي الزمالك عامل حاجه اسمها احمد سليمان. اقول لك حاجه، من اكتر الناس تعرف قيمه نادي الزمالك احمد سليمان ليه؟ كابتن عادل المأمور مثلا كان نجوم كبير في نادي الزمالك وعظيم ولعب تمام، خد بالك انا لعبت في نادي الزمالك حتى سن 20 سنه يعني لغايه سن 21 سنه تمام، واتخرجت من كليه الشرطه. ما فيش سنتين او تاني سنه يعني يا دوبك بس بعرض على كان مدربي كابتن حسن شحاته برضه عشان الناس عارفه علاقتي بكابتن، كان المدرب بتاعي سنتين في نادي الزمالك السنه الثالثه في الفريق الاول. ما فيش سنتين وطلبت من المرحوم علي شرف الله يرحمه وناس بقى ما انساش فضلها، كابتن احمد مصطفى وكان اللي هو الصباح وكابتن يعني هم دول كانوا ماسكين عمل الفرق الناشئ اللي انا اشتغل مدرب حراس مرمى، لان المركز ده بالذات ليه؟ المركز ده الوحيد اللي فيه متعه. كره القدم متعتها في ايه؟ في الصده وفي الهدف صح؟ حتى انت ما بتجيب حاجه كده ماتشات حاجه برومو سريع بيجيب الجون او الجون بيصد الهدف يعني ما حدش ينسى الصده بتاعت حسام الحضري مثلا يعني هي دي حلاوه وتدريب حراس المرمى. حتى انت بتروح تمرين كل الناس تبدا تتفرج تمرين ممتع يعني. فحب لهذا المركز رحت عرضت فالناس بسرعه جدا قالوا لي اتفضل ده نادي الزمالك وتبقى موجود. قعدت سنه شغال سنه بدون مرتب متطوع في مدرسه الكوره تمام. مفيش من هذه خلال سنه في نص الثاني سنه كنت في الناشئين مع كابتن احمد مصطفى، بعد شهرين كنت في الفريق الاول مع مستر مقاي وكابتن فاروق جعفر. وده اللي ارتبط بيا من اول يوم انا اخدته، من اول لسه ببتدي بطوله في مع نادي الزمالك اخدت بطوله الدوري. امال ليه اتقال ان يعني فاستني بس اكمل كلامي بس انت ليه بس يعني عشان الوقت بس. فارتباطي بنادي الزمالك ما فيش لسه سنتين ثلاثه كنت واخد دوري افريقيا سوبر في ناس اسماء كتيره جدا، فبدات يعني ماليا اسم شهره ارتبط اسم نادي الزمالك. فعشان كده انا نادي الزمالك ده ليه كيان عندي، ليه عندي حاجه كبيره جدا. عشان كده فكرت ان يوم النهارده كان بيخش لي مبالغ في كره القدم في التدريب، وانت تعلم مرتباتي كانت في بره مصر في قطر او في المانيا او في اتحاد الكوره، وكان في حرب على مرتبي بالظبط ان الناس مجانين ازاي احسن يوصل المرتب دوت تمام. ايه ماشي تمام. فان انت النهارده تضحي ده عشان اجي اخدم نادي الزمالك، وفعلا الواحد قدر ان هو يخدم النادي على قد ما يقدر. فعشان كده انا عارف قيمه نادي الزمالك، فنادي الزمالك خف عليه شويه. تحب تسمع ايه بقى؟ عصام